اولي قبل كل سجارتين شوي، هلا كل خمس تجارات عم بيجينا شوي، كل ست تجارات شوي. اولي ما اولي فرج فرج هيك هيك ما شاء الله، هلا حجبنا من هنيك لهون هذول. والله يا بني والحالية بتعرف لا في شغل ولا في عمل، هدول الفول أدر ما بطلع بطلع خالصين. نحن والفول السنة نحن بعجاج وموسمنا ضعيف والحمد لله رب العالمين، أمطار ما صار عنا لحتى الآن، والموسم والشعب العربي بده زيت، بده مثلا العامل ما بطلع يوميته وعيشة غالية يا شباب، وحسبي الله ونعم الوكيل، عندي 100 سجارة ما حاشو شوالين حق فلاحة ما طالعوا معي، فأنا وين بدأ خير يعني، والسجارة اليوم ما هي ببلاش، فلاحتها أبي أخذ منها 75 ورقة نص وتش، والوتش ب 150 والفاعل بده 1500 ورقة، والموسى ما عندنا بالمنطقة، هون منطقة سجو هون يعني منطقة عزاز ما في عندنا موسى، ضعيف الموسى وأمطار ما صار عندنا طاول، بالربيع صار عندنا شوية مطر، وقال لك الحمد لله رب العالمين، صار الساعة تقريبا صار الساعة شهر 10-11 وما صار عندنا مطر، والغبار ما شاء الله الوقت العامل لما عم يشتغل الغبرة عم تنفرز ولا جري عم تنفرز.